وجودك. انت اول ما دخلت الاستوديو كده اديت يعني يعني زي ما بيقولوا يعني روح ايجابيه لكل الموجودين. الحمد لله هم كلهم بيقولوا لي كده على فكره. فأنا شفت بقى شفت انا ما قلتش حاجه. انا بقول لك اصل انا بيجي لي ابطال كتير جدا يعني زيك كده طبعا انت بطل كبير الله يحفظك. فاللي بيخش بيبقى عنده يعني طاقه ايجابيه لكل الموجودين بيبقى باين حتى هو داخل وبيهزر وبيضحك وداخل ويعني. فانت عندك ما شاء الله هو احنا لو ما اديناش الطاقه الايجابيه دي لنفسينا احنا مش هنعرف نشتغل. فلازم يبقى في طاقه ايجابيه تبقى عندك وترسالها للاخرين كمان. طيب خلينا الحمد لله يعني خلينا نتكلم عن بطوله افريقيا يا بطل افريقيا. اتفضل. انت لعبتها في اوغندا الكلاس بتاعك اكتمل كان مكتمل صح؟ لا. طب لعبتها ازاي؟ الكلاس بتاعي ما اكتملش فاندمجنا للكلاس الاعلى. اوبا اه بس الحمد لله قانون قانون عادي. طب كنت كام واحد في الكلاس بتاعك؟ كنا ثلاثه. الكلاس الاكبر كان حوالي 11. خبر ابيض. لا بس الحمد لله يعني يعني الميداليه الذهب ما خرجتش من مصر يعني الميداليه الذهب خدها زميلي كابتن محمد حسن والميداليه الفضه في الفردي احنا خدناها فاحنا سيطرنا على الكلاس من تحت لفوق الله الحمد الله. لله بالرغم ان انت بتلعب مع كلاس بالظبط اعلى منك الحمد لله. طب دي الفضه الذهب ايه؟ الذهب عندنا ميداليتين ذهب واحده في الدبل مع كابتن محمد حسن زميلي برده في النادي الحمد لله ضلمه بقى ضلموها الحمد لله طبعا والميداليه الذهب الثانيه كان في الميكس مع زميلتنا شيماء سامي طبعا البطله الكبيره يعني. احنا بنحيي شيماء طبعا هي مش معانا النهارده وبنحيي محمد حسن كمان أيوة. مش معانا وهنخلي حضرتك تقول كمان اسماء المنتخبات انا عرفت الاسامي منكم بس في اخر الحلقه يعني هنستاذن حضرتك نقول كل الاسامي. طب تسمح لي يعني اعرض للساده المشاهدين الذهب يعني خلينا يعني بصوا يا جماعه دي الميداليه خليها يعني انا هفضل ماسكها شويه كده لغايه ما الساده المشاهدين يعني يشوفوها خليني اجيبها عشان الاضاءه ايوه كده حاجه يعني يعني فخمه جدا جدا واكيد دي اكتر حاجه ممكن اللاعب يعني يحبها او يفضل متذكرها وهي الميداليات الذهب والفضه يعني تاريخ كبير ما شاء الله. طيب الميداليه بقى البرونز دي ايه؟ البرونز دي كانت في بطوله اوغندا الدوليه ودي يعني انا بعتبرها ميداليه غاليه جدا عليا رغم ان هي برونز لان احنا كان مشارك معانا لعيبه من دول عالميه كتير يعني كانت مفتوحه كل دول العالم مفتوحة. جايين كان في كوريا وكان في ايطاليا وكان في اسبانيا وكان في استراليا فالحمد لله رب العالمين وفي الهند دي طبعا من الدول المتقدمه طبعا العاب المضرب هيك بالذات الريشه الطايره والحاجات دي الهند جامده فيها قوي فكوني انا خدت ميداليه برونز في البطوله الدوليه انا بعتبرها بمثابه ميداليه غاليه جدا بالنسبه لي انا بعتبرها ذهب ما دي مؤشر هتعمل ايه في البطولات بالزبط. الكبيره الدوليه بالزبط. انا فاهم قصدك.